اهلا وسهلا. هذا النهار ديال الموسيقى والرياضه. صافي ديال زاليا كنتهجا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف اللي قال لك يا ودي ما خصك تهضر على الاسعار ويا اني نمتي ويا وانا نهضروا على كل شيء. المغرب ديال الحريه كنظن انا كاع الكريكاع هادشي والله سيدنا الله خلاهم داروا داكشي. شوف والله لا خلي شوف والله الملك الله ينصرو ويحفظو والله لا خلاهم دار داكشي. كيحلمو الملك كيحافظ على القدرة الشرائية وكيحافظ على الفقراء.
راه انتجيو صافي. في الحقيقه دو طون زون طون il faut se relâcher باش تبقى طول طون مسال على راسك. هضرنا على السيد كان عيط عليا، كان زرت واحد الاوديو كنحييه الملاحظه ديالو، قال لي كاين شي وحدين كيخدموا الكواره ديال الدجاج، ولا كيخدموا الدجاج ولا الكاشير ولا شي لعبه. المهم قال كيستغلوا 100 بوطه ديال الغاز، قاروره ديال داك بونبون ديال الغاز، لا كنقولوا قرعه كي يقول بوطه كي. وقلت له ودي اش جاوبته انايا؟ كنقول له ودي لازدتو على هذاك اللي كيستغل الغاز باش يبيع شي سلعه، غادي تاثر ليه على لو بري دو روفيان، غادي حتى هو غادي يزيد في المواد اللي غادي يبيعها للمستهلك، والمستهلك غادي تغلى عليه ثلاثه المرات حتى هو ما غاديش يشري. اذا ولي ان ديزيكيليبر ما بين العرض والطلب، وتولي القدره الشرائيه مضروبه مزيان. كيقول لك انت مأثر عليك الموسيقى ديال الشرق، هذه موسيقى مغربيه، موسيقى مغربيه النهاوات بيتي الحجاز، هادو كاع ايقاعات ودي ميلودي ماروكان 100%. راه قلنا لكم 100 مره ان الفن، وراه قالها حتى الشيف دو بوند، الشيف ديال الجروب ديال الباند ديال كناوا فيزيون ديال الجيري، قال لهم الفن راه مغربي والاصل ديالو مغربي. وقلنا لكم شحال من مره سيروا قلبوا على ليستوريك ديال عنقا، الى ما زوروش الجزائريين في المغرب سيروا سولوا احفاد الحسين السلاوي الله يرحمه ولا ولادو، غادي يعاودوا لك شكون اللي كان عنده في الاوركاس. كان عنده توانسه، وكان عنده يهود، وكان عنده جزائريين، ومن بين الجزائريين كان عنده الحاج محمد العنقا. الحاج محمد العنقا كان عازف في الاوركسترا ديال الحسين السلاوي الله يرحمه، كان عازف وروى الفن ديال الحسين السلاوي، روى من عنده الهدي 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 الهدي، هي كنقولوا حنا الهداوي، وروى من عنده التقاسيم والطريقه ديال لا ميلودي. عندنا كي كتصنت حاج معنا قال تصنت مزيان وتصنت الحسين السلاوي، راه المواويل والسينيه والبير اللي غنوها كاع اليهود ولعبوها في الشبوري راه ماشي سهله. راه حسين السلاوي هو لو بار ديال العاصمين اللي كيتلعب في الجزائر. الفن الشعبي ديال الجي راه اللي داه تماك، داوه اليهود، وبالخصوص لو بارا ولا كما نقولوا الاب الروحي ديال الشعبي الارجيوا هو الحاج محمد العنقا. مولاي الحسن الثاني بالحروب كتفنا، بن مولاي دريس بن دريس شرف العيال. ادريس بن دريس، ادريس الاول المؤسس ديال المملكه المغربيه. هذا الايقاع هذا انا غير فهمتي، ما
تنرفز ما تكعش انا عاد كان كيقول لك عندها الفن العاصمي راه زي نشبع سبان عارف معول عليها راه فعلا الحاج محمد العنقا كان في المغرب وروام حسين السلاوي وروام عدة فنانة مغاربة بحال روام التونسيين روام اليهود من عنده وعدة أغاني غنوها اليهود كيعترف وكيغنيو الشبوري كيقول لك هذه القصيدة ديال فلان وفلان وفلان وهاد الأغنية لا ميلودي ديالها والطريقة ديالها ديال حسين السلاوي الله يرحمه مع الأسف حسين السلاوي مات صغير إل باغي كو مات مسموم الله اعلم ولادو هما اللي عارفين انا حكايات اللي حكاو ليا باسكو جيت كيغيو نسافوا كومو سيت كي في كي لي مور 30 طون ولكن الحاج محمد العنقا الله يرحمه يعترف بالمغرب يعترف بالحسن الثاني وغنى ليه وهاد المقطوعه هي اللي محيدينها من الاغنيه الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا الجزائر حره وكذا وكذا المهم احمد وهبي كيعترف بالفن احمد وهبي راه عاش 7 سنين على هذه الخياط الله يرحمه 7 سنين هو عايش على بن الخياط وسول على بن الخياط ولا دخلوا الكرونيك ديال بن الخياط لقاو 7 سنين حمد الوهبي ديال يا طويله المركبه ويا البخته وهرن وهرن رحتي خساره كان في المغرب وعاش في المغرب هو تزاد في فرنسا في الحقيقه ما زادش في الجزائر بلا هو لا ميم شوز الحاج محمد علقه دالهم القصائد المغربيه واكتشفوا القصائد المغربيه وما غناهاش غير هو صحاب الاندلسي صحاب الاله ديالهم اللي هو حتى هي جايه من المغرب كيحملوش هذه القضيه جايه من المغرب الكاوي غناها شحال من واحد وعلى الصعيد ديالهم هو غناها عبد الكريم دالي عبد الكريم دالي اللي هو التلمساني مدينه التمسان ومشى لارجي ودخل الجوق الوطني ديال ارجي ولا ارجي كيلعب تماك وغنى الكاوي وغناو عده مغنيين ديال طرب الاله والحراز غناو عدة شيوخ جزائرية ومن بينهم اللي تقنها هو الحاشمي القروابي وهاد الحراز كتعطي السمية ديال مغربي ومغربي قبل ما يجي اليوطي الآن هضرنا عليها ديك الفترة أنها كانت مكتوبة قبل ما يقول لك اليوطي هو اللي صاب المغرب ولا حنا هما المغرب وانتوما هما المروك راه القصيدة تسلط ليها وسيف الكلمات ديالها اسمع ليا مغربي حنا المغرب قصد المغاربة والجلابة سير قصد المغاربة والجلابة المهم هي و سميتو الرصاني وهي الربيع هي بنت السلطان هي القاضي القهوة ولات هي الفهم خرجوا للقاضي واحد النهار قالوا له يا حاكم العدل حكم هي راه قالوا له يا حاكم العدل حكم بيناتنا ولا تعمل حيلة الكحلة والبيضة يتعايروا وراه عدة قصص نحكيوها على هاد القصائد اللي مشاو للجزائر واللي ولا الفن العاصمي 100% جزائري وعمرهم جبدوا على انه الا هذا الفنان ديال كناوة فيزيون هو اللي قال لهم او ديال القصايد راه كانوا ماروكان وكانوا يغنيوهم واللي رجعهم باللغه الجزائريه وديك لونشا لاكسون ارجيغواز هو المرحوم دحمان الحراشي مع الذكر على اننا هاد الفنانه نعرفهم كيحماقوا على المغرب وبالخصوص ان هاشمي قروابي راه مراته دارت جمعيه سماتها جمعيه عبد الوهاب الدكاني جمعية عبد الوهاب الدكاني اسوسياسيون عبد الوهاب الدكاني عبد الوهاب الدكاني راه باقي على قيد الحياة وسولوه هي اللي هذه الجمعية اللي كانت كتعرض عليه ديما كتعرض عليه يدير سهرات في الجزائر هذه باش نعطيوها هذه المعلومات هذه وكانت كتعرض على لطيفة رأفات وهذه خلي لي مهرجان ديال وهرن ديال الراي مهرجان ديال وهرن نقلوهم من المهرجان ديال السعيدية هذا فهمتي حنا من هضرنا هكذا قلنا هذه حنا عندنا مشكلة أن الحكومة هذه تراعي شويه تراعي هذه القضيه ديال الاسعار و جو سوي سيغ كو سا ماجستي نو با با ليسي فار تبارك الله عليكم الى اللقاء انا راني خدام والله راني خدام مي صاني غان بليزير ماشي خدمه عندي انا سي تان بليزير الرياضه عندي لا فورماسيون عندي كان بليزير راني في الكلوب كوم دابيتود و جو بارتاج افيك فو هاد لي مومون هادو شتو هاتا عندنا واحد التروا ديال الحاج ترامب حنا موجدين لي كوب موجدين كلشي ها موجدين لي ميداي موجدين كلشي عرفتي الحاج ترامب اونكل ترامب حنا موجدين كلشي تا
تبارك الله عليكم والى اللقاء. لي زانستريمو ديما كاينين، ها هذا ديما كاين وعاد كاين لداخل. تبارك الله عليكم والى اللقاء يا ايها المغاربه الاحرار، والمغاربه كلهم احرار وغير اللي ما باش.